أقول عنود، أنتي عمرك عشتي قصة حب يعني حبيتي؟ أنا كل يوم أعيش قصة حب، يعني لو أفتح مكتبة أبيع قصص. فجأة سولفي لي، يعني قولي أنتي حاسة أو حسيتي مثل الإحساس اللي أنا حاسة فيه الحين مثل إحساسي؟ فطوم، كم حرف السين بالجملة اللي قلتيها تو؟ ما أدري، ما عديتهم. شوفي، الحب حلو بس الحب بفلوس أحلى. شلون يعني؟ يعني يا حبيبتي لو تحبين واحد عنده فلوس وعنده خير، كل يومين ثلاثة يجيب لك هدية، وكل شهرين ثلاثة يسافرك دولة. يعني الحب يبي له هوا نظيف، يبي له انتعاش، يبي له صرف. طع هذه شو تقول؟ الحب إحساس؟ إحساس إيه إحساس مثل إحساسي الحين؟ طع هذه الإحساس يا حبيبتي إن الواحد يدلعك، يجيب لك، يوديك، يجيبك. واحد على الحديدة حافي منتف، عايشك على خبز وبصل، حتى إحساسك ريحته بصل. يا حلو هالريحة، وهو بس وينس وينس، صار لي سنين سنين أنطر أبي. فديت أبوكم بس يا حلوة. ولين هذا وين راح الحين؟ خل أروح أدور أحسن. كذي يعني؟ كذي عارف السو فمه؟ الناس مرتاحة في بيوتهم وأنا قاعدة عند الباب أنطرك كني مجنونة؟ عارف يا عارف، يا ربي وين راح؟ وأنا كل يوم على هالحالة، كل يوم أدور هالصباي. لا ما حد بينني غيره، ما حد بينني غير هالصباي. عارف اخ يا قلبي وين راح؟ وين يروح؟ يطص يطص ويا البيت. مش الا سياير رايحه جايه رايحه جايه وانا قاعده هني. عارف عارف سعاد. هلا منى، ايش في وجهك مصفر؟ دريت يا سعاد امي وابوي بيزوجوني. تبي نصيحتي؟ تسمعين كلام خيتك؟ وافقي تزوجي، ترى الزواج حلو استقرار، بعدين تفتكين من هالحكره هذه حريه تنطلقين. اي حريه ولي عافيك؟ كانت تزوجت ابو محمد وكل يوم نجري هواش لي ما طلقتو. أنا خبلة مدمقة على راسي، مشوية على راسي يوم أني وافقت عليه. الحب عشته وعمى عيني حب بعينه إن شاء الله. إيه بس سعاد أنا صغيرة ومو مفكرة بالزواج، وبعدين زواج مو غصب. قولي لي أختي، فتحي لي قلبك، ترى أنا ستر وغطى لك، في قلبك شيء تحجي. إيه سعاد بس أنا صغيرة ومو مفكرة بالزواج، أنا حتى جامعة ما خلصتها. شرطي عليهم تكملين دراستك. بعدين اختي يعني اقول لك شيء وما تزعلين، بيني وبينك الحكي، انت يعني مو سالفه مو حلوه، لا انت حلوه بس بصراحه مهتمله، لا تحطينك حيله، لا تحطين حميره، ولا تدري عن نفسك. تشوفي البنات بالشوارع ستايل يهبلون، كل واحده تاخذ القلب، وانت طعي شكلك. حمدي ربك، حمدي ربك يا ناس خطبوك على شكلك هذا. انا لو منك اوافق. وي صبري، خلي يوافقون هم اللي شافوك بالاول، تالي يصير خير. يدري اني مو يستاهل مثلك ومو حلوه، بس انا مستغربه من شغله. شنو؟ منك يعني ما طريتي ابدا عيالك، وحتى ولدك زيتي بسرعه. الحزن بالقلب يا منى، بعدين خلاص انا لازم اعيش حياتي، بس حرام
ضيعتها وانا جامل فلان وفلنتان وعلان، خلاص عاد خليني اهتم بنفسي شويه. بيني وبينك انا خلاص ما قمت اهتم لشيء، مشاعري ماتت. يبا انت لازم تشوف لك صرفه معاها، صراحه انا صرت اخاف منها، ما يندرى ايش ناوي عليه. والله يا يبا انا مثلك محتار، اليوم فشلتنا قصه ويهي مع مروان. مروان هي وين شافتها؟ يا يا الصبح اليوم تطمن عليكم بطلت فطم ويها الباب وشرشحتها خلتها بيزة ما تسوى، زعلت وراحت. أم مروان إيش جايبها الصبح؟ هي ما تدري إن كلنا بالدوام؟ يا يبا أبيك تدير بالك. إيش منا دير بالي؟ من الحريم اللي حاطين عينهم عليك. يا يبا إذا بتتزوج تزوج، بس خذ لك واحدة تكون مقتنع فيها. أنت شو مسوية؟ حطت لها حنة وبعد شوي بغسلها وبحط لها زيت خروع وحبة سودة. انتي من صدق باكر عليها مدرسه شلون نغسلها الحين؟ ايش دعوه شهد، ما سويت شيء ترى، كلها حنا. وبعدين الحنه تفتح الذاكره اي وتنشطها بعد، ولا ايش رايك بشهد؟ فطوم انت على سوالفك هذه، عيوز مقعده. خلاص اذا ما تحب هالسوالف من باكر بجيب لك العطور الفرنسيه كلها بالبيت، بس انا يعني قلت ريالي الاول يحبون هالسوالف. لا بالعكس، حنا طيبه وريحتها شحلاتها، وتذكرني بالوالدة رحمة الله عليها. خلاص كل يوم بحط حنة. تدري يبا إن صارت فاطمة من نصيبك تتوفق طول عمرك. لا إن شاء الله لا يقولها. إيه ومن باكر بوديها سوق المباركية بشتري لها ثياب أحسن من هذيل، إيه بشتري لها خامكة ودري وقوم لك مال ياهل. تمن صدقك بتعقدين لبنية ولا تفتحين جمعية التراث هني في البيت؟ اللي ماله أول شيء أكيد ماله تالي. والله يا فاطمة سوالفك حلوة ما تلمع، لكن عاد أنا بمشي ماني فاضي. أنطرك مو مشكلة، الساعة كم بترد؟ إيش حقة تنطريني يا؟ أنا إذا رديت بدور المخدة فاضي لك الله يهداك. يلا يا أبو فهم الله. ما بعدين يوزي عن حركاتك هذه، ثقلي. استغفر الله. امشي الحين معاي غسل شعرك، وباكر إذا رحت المدرسة قيم أنا حطيت حنة بشعري، إيه خلي شعرك طويل وحلو، زين؟ أنا بطلع. على وين؟ بروح الفرع. يبيلي معك رصيد. دق على البقالة هو يبلتش. يلا مع السلامة. خفي علينا يا المستعجلة. شفيت حاجينا تجيب الطرف خشمها؟ هو الله. ألو؟ ألو هلا غلا. شلونك حبيبتي شخبارك؟ اي امي توها طالعه. انزين غلا قولي لي انتي وينك باي ديره؟ انزين ما تدرين متى بتردين؟ انزين اوكي اعطيني رقمك بسرعه. الو اقول لك اعطيني رقمك. الو اوف وقت هذا بعد. نوح وينك انت؟ لعوزني وانا ادور عليك. رد علي. خلاص يبا انا اسف والله ما كان قصدي، تدري ان هذا اللي سويته عشانك. خلاص عاد والله انا اسف، قاعد اقول لك ما راح اعيدها. خلاص لا تزعل. يلا قوم خل نروح البيت عشان ننام. يلا خلاص يلا قوم. حي الله من يانا. الله يحييك. تفضلي، شو اخبارك؟ شلونك؟ انا بخير الحمد لله.
طمنيني، شلون أموركم؟ الحمد لله أمورنا ماشية. وحلا وينها؟ ليش ما جت معك؟ حلا خليتها في البيت. اللي بغيت أقول لك، وين هذه اللي زايرتكم؟ تقصدين فاطمة؟ إيش دراني إيش اسمها فاطمة ما أدري شنو، هذه اللي عفستني اليوم. وعلي مسكينة، أنت لحين ما عرفتيها عدل. إلا ما عرفتها، إيش سوت فيني؟ شرشحتني ما قدرتني. ما عليه، إذا شافتك الحين أكيد بتسامح منك. لا وي، أعوذ بالله، خليها قاعدة مكانها. وين نسيت أجيب لك الكيكة اللي أنا مسويتها، أنا ابنك. حيا الله منيانة، زارتنا البركة. الله يحييك. أنا جيت قلت أشوف البنات وأطمن عليهم، من زمان وشايفتهم. والله فيك الخير يا مروان، واللي صار اليوم الصبح سامحينا. امسحيها بضيهي. لا إيش دعوة، أنا نسيت. بس الصراحة يعني قعدتها عندكم هني وايد خطر، يعني وحدة قليلة أدب مو محترمة. ما شاء الله عليهم بناتك، عيني باردة عليهم، محترمات ومؤدبات، يعني ما يصير تقعد معاهم كذي. إذا قعدت وايد وياهم ترى بيصيرون نسخة طبق الأصل منها. والظاهر بيني وبينك لك عليها فيها وشة. والله يا أم مروان ما نعرف شو أقول لك، لكن كلامك عدل. أحس إن المرأة ما هي طبيعية فيها شيء، يعني ما أشفي. المهم خذي راحتك، البيت بيتك، لا تستحين. إلا مروان من زمان ما شفته، من أيام العزة. سلمي عليه. إن شاء الله. يلا في أمان الله. في أمان الله، وأقول له يمرك إن شاء الله. إن شاء الله. وي زين، يعني شايلها من باله. وي يا حلات الحنة، تخلي راسك بارد. الله يهداك فطوم، منو قام يحط حنة براسه الحين؟ حطي صبغات، حطي دهن، شنو حنة؟ وطع هذه، أنا إذا مر أسبوع وما لطخت هالراس بالحنة، وي يحوشني صداع. أقول عنود، عندك قلم فسفوري؟ فطوم طلعي لها من الدرج إن شاء الله، بس رجعيها أحتاجها. إيه نسيت أقول لك، ترى خالتي أم مروان قاعدة عندنا تحت. وي 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 وي، خذ الحق عليها، لا نشوف أبوك شي. ما الحمد لله والشكر رحيم. إيش في هذه؟ قومي قومي قومي، خلنا نتشمت. لا عاد إحنا بالدوام عندنا كلهم كشخة ورزة، يحليلهم يهبلون والله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونكم شخباركم بنات؟ انتي خالتي شلونك؟ تعالي حلا، ليش ما جت وياك؟ حلا خليتها قاعدة في البيت. أعتقد أنتم شفتوا بعض اليوم، فاطمة بنت خالة أمي إذا مو غلطانة، ومستورة أم مروان جارتنا. فطوم شحلاتك تهبلين، قمر قمر ما شاء الله. اي ادري ادري حبيبتي، بس الله يستر من عيون الناس. اي حبيبتي لا تشيلين نفوطه من على راسك، خبرتش عيون الناس ما ترحم، وانت جميله تهبلين. اقول بنات ايش رايكم شاري؟ جميله، شنو هالجمال؟ قمر قمر شنو هذا يا ربي؟ انتو ايش فيكم؟ ينيتوا زرع عقلكم؟ ما يقصدون، يتقشورون بس. ادري شكلي حلو وطولي حلو وصوتي حلو، كل اللي على بعضي قمر. هي عشان كذي عانس. قول حبيبتي انتي مطلقه، احترمي نفسك. احترمي نفسك، لا شوتك هي ما طلعش من شرشوم الباب. اقول قطب لسانك، لا قصلك يا فاهمه ولا لا؟ قليله الادب. ايش فيكم؟ اهدوا، وش صار لكم؟ ما شفتيها؟ ما شفتيها حاطه دوبها ودوبي؟ شهد واللي عافيك، خليها تدلف عن وجهي، ترى مالي خلق وجهها. ما حد بيدلف غيرك. اي وسمعيني عدل، كلها كم يوم وهالبيت بيصير بيتي، فهمتي؟ ما عوزك ابو شهد ياخذك. اقول حبيبتي ابو شهد ما يصوم يصوم ويفطر على بصله خايسه. ما حد بصله غيرك انت يا العيود. يلا برا برا البيت تعذرك برا. اقول انا قاعده هني، واذا حلت لي القعده مو بس بقعد، ابنام ابنام على قلبك. عيال تدرين شلون؟ انا بروح اضبط نفسي واعدل نفسي، واذا فمك خير قاعد هني بشوفك لما ارد. ها فطوم تطفين لا تروحين، والله وانا ناسه كملوا. ماني مطوله يا عيوني، ردت لك. تشبح تشبح وي، وانتم من صدقكم مخلين وحده خبله مثل هذه قاعده عندكم؟
واللي خليت يعني ما نبي مشاكل، اذا ردت لا تحاكينها. الحين انا اللي طلعت غلطانه؟ ما شفتيها شلون يا شايشه علي؟ حتى سلام ما سلمت. ما عليه ما عليه، مسحيها بوجهي، واذا قالت لك اي شيء لا تردين عليها، واذا قطت حكي طوفي لها. ما عليك منها ولا تطوفين ولا شيء، قالت لك كلمه ردي عليها بعشر. بعدين معك انت، خليك محضر خير. لا محضر خير ولا شيء، خليت الخير حقك. سمعيني خالتي، هاك هذه سلاحك المقنع، اي شيء يصير ذبحيها وانا هنا اصير حكم، انسدح بالارض 1 2 3 واللي يفوز خلاص. عاد تصدقون تشوقون تضحكون والله، كان فيني النوم بس شكلي راح اقعد اكمل فيلم الاكشن مالكم. وانت بعد صدق يا بنات ابو شهد انتوا ما تستحون، ما تستحون على ويكم. الحين انا يا ردكم من سنين تعرفوني، تصيرون ضدي ويا هالخبله هذه اللي ما تعرفونها. ما علم مروان وما عليك من خواتي، لا تمشين وراهم، ترى تصير خبله مثلهم، ترى همهم بس وناستهم. انا اقول لكم اذا جت بعضها بذبحها، ترى ديروا بالكم تبتاخذ ابوكم منكم، قاعد اقول لكم انا. وانت ايش دراك؟ ابوك قال لي، حتى بالاماره قال لي فيها وشه مو صاحيه. ابوي قال لك؟ وش قال لك بعد؟ اقول عهود حبيبتي بي لي جلاس ماي ريجي نشف. ان شاء الله حبيبتي من عيوني. تسلم عيونك. يلا ما تدقي. واي حلوي 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 يا حلوك. ايه اتوقع 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 اذا شافني اليوم ابو شهد ما راح يقاوم جمالي. لا لا ما راح يقاوم جمالي، اليوم بيوديني ملاتشي، راح يملك علي يوديني بعد فندق جار عسل. تننين تننين. سعاد شايبك؟ بتكلم معك. ياي بروحك وتبينه صاير؟ قلت لك بتكلم معك. اركب. خلي سيارتي هنا يعني؟ اي اي امشي معي. بس قولي لي صاير؟ صاير شيء اصبر. صدقون عادي يا بنات، انا يوم كنت حلوه كان طق عصي وراي، حتى ريلي دفع من المهر الفلاني علشان ياخذني. ايه اكيد اكيد صخلتين وخيشه عيش. لا عيوني قالوا لك انتي قاعده ببيت الناس وتدورين ريل. حبيبتي انا ريلي حفه حفه وترجى اهلي علشان يتزوجني. اقول انتي انا بنت البلد، اقول حطي لسانك بالهاتج واحترمي نفسك زين، لا اردش مكان ما جيتي فهمتي؟ اقول انتي روحي دش القرقور اللي كنتي فيه وايد ابركلك، لا يتوب وشهد ويطردك من هالبيت اليوم قبل باكر، لان الصراحه لا يعجبنا منك، مو طايق رقعت وجهك كلش، حتى تدرين شو يقول؟ يقول فيها وش اخذوها على قد عقلها. لا حدك عاد. انتي وياها تنيا زين، بس ابوي ما له شغل فيكم، لا تدخلينا في موضوعكم. ايه محتره مني، شلون يقول لك هالحكي؟ وهو اصلا قال لي انه بيجيب الملاكه يملك علي. ابوي قال لك كذي؟ ايه مستحيل. ليش حبيبتي مستحيل؟ عبالكم شنو انا ليش قاعد عندكم بالبيت سياحه؟ اهنيك اهنيك على هالوقاحه. سمعوني يا بنات ابو شهد، لي طلعتوا هالمينونه هذه من بيتكم دقوا علي ازوركم. وين رايحه؟ تعالي حبيبتي. عباش دخول الحمام زي خروجه؟ لا يا حبيبتي. منو الحمام انتي؟ ايه انا بقصدك الحمام. يا المينونه يا المينونه يا المصاح.
قعدنا هالقعدة الحلوة. مروان أنت للحين تحبني؟ جا سؤال هذا والله أكيد أحبك. عيرش بينك وبين شهد. شهد؟ كلمتك اليوم؟ يعني كنتوا طالعين مع بعض. بس قولي لي أنت شفتيها؟ شفتك أنت وياها. إيه كنت تراقبيني. حشا والله صدفة. صدفة؟ زت حقين شو اللي بينه وبينها؟ اسمعني مروان، إذا أنت صدق للحين تحبني وتبيني خلاص عيل باكر نتزوج. مروان وسعاد؟ هلا شعيب، هلا حبيب حياة. سريع. شلونك؟ تمام الحمد لله. يا رب يا رب الطف واستر علينا. هالبنت ما ادري وينها، لا هي ولا شعيب، وهالرجال اللي ما يحس ما يقول ان عندي ولد مو صاحي وللحين ما رد البيت. يا رب منى حبيبتي علامك ما تحكين يمه ايش فيك يا ربي انا بايبها من وين ولا وين ما تحكين ان شاء الله. ألو، إي نعم، هذا بيت أبو عارف، عارف ولدي إيش فيه؟ بالمستشفى؟ أي مستشفى؟ زين زين، كان جاية، يا ربي، الله يستر. حسبي الله عليها، حسبي الله عليها، خربت كشختي وشمختني. بس بصراحة ونستونا، باكر بعد أدق على خالتي مستورة ونكمل الفيلم. لا ما أبي أشوفها أخت ولي. شنو ما تبين تشوفينها؟ أصلاً هي ما تبتي هالبيت عقب الطق اللي صار. إيه عبالي بعد نيات بحشريولها والله. إيه هذا الناقص. لا قولي لي هي وبوتش طيح الميانة يعني مقبين على بعض؟ حيل حيل. أنت لو تدرين بس ترى هي تحب أبوي مبين عليها إن هديتيهم بتاخذه عنك. لا الله لا يقول. عفية عفية عنود ضبطيني مع أبوك يعني حليني بعينه ولا شو اللي تبين. إيه يعني أي شيء أبي حتى لو كنت أبي سيارة. إيه تزوجيني يا وعد أجيب لك السيارة. عيل سمعي أنا أقدر أثر على أبوي وأقدر أخلي شهود وعهوده يأثرون على أبوي خصوصاً إن أنت اللي قايمة بالبيت هالأيام. صج عفية عفية لا تخليني. إيه عدل شغلك. إيه وأقدر أخليه ياخذك وهو مغمض. واو إيه لا تقولي كذي ما أقدر ما أقدر. إيش فيك ثقلي ثقلي. خلاص بتقل شلون وبعديني. ما أدري يعني بس أنت تعرفين أنا أقدر أسوي وايد أشياء بس يعني ما في شيء ببلاش كل شيء له ثمن. شبيك لبيك فطوم بين يديك زوجيني ها ولا شو اللي تبين بعيشك بخير. لا حبيبتي السياره قبل الزواج عشان اضمن. خلاص بجيب لك اياها زين. اي كذي انا تكتك لك. ايوه تكتك 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 تكتك. اي كذي باكر انت تجيبين لي السياره واللي عقبه انا لابسك الدبله بيدي. واي لا ما اقدر ما اقدر ما اقدر احبك عنود. هذا اللي يقول ثقل صنعه وهذه تقول الثقل بعدين. عباس بديت ابوكم.
قلت لك لا تردين عليها، زين سوت فيك كذي؟ ما يخالف، خليتي وشوف ايش راح اسوي فيها. بعد ما تتوبين؟ مو كافي اللي سوته فيك؟ والله زين تسوين فيها، متشاتي شعرها، عاد من امس ما بقى شيء ما حطيته، زيت وكريم وحنه، ترى مينونه مو صاحيه. ادري فيها مينونه، الا على طاري شعرها. تصدقين؟ ريحة شعرها الخايس للحين بداني، لو أغسله بكافور ما يروح. صدقوني أنتم يا نن، ما كنت أدري إن دمك خفيف. شو أسوي؟ الزمن نساني الضحك. عاد تدرين شنو بخاطري؟ شنو؟ بخاطري تكونين في بيتي وزوجك مروان. إيش قلتي؟ إذا أخطبك راح توافقين؟ أنا أذنكم. مو وقتها الحكي الحين. أمي أمك الله يرحمها الحي أبقى من الميت. والله مروان فيه الخير. يعني إذا خطبتك راح توافقين؟ ما راح تقولين شيء؟ ما شفتي عهود شلون تضايقت؟ يعني ما عنديني بمكانة أمي الله يرحمها، وإذا تزوجت أكيد بيزعلون. يا بنت الناس، ليه متى بتتمين قاعدة في بيت أهلك بدون زواج؟ بعدين إحنا جيران والباب عند الباب، ما إحنا بعيدين عن بعض. مو أحسن ما تأخذي لك واحد عايش بآخر الدنيا؟ وبعدين مروان يحبك وشاري خاطرك. خلاص عيل، كلموا أبوي. يعني موافقة؟ يعني إذا أنت وافقتي أبوك بيوافق؟ الله يقدم اللي فيه الخير. ألف مبروك. عاد تدرين شهودة؟ نسيت الطق والهوشة هذه كلها. الله يفرح قلبك مثل ما فرحتي قلبي. أنا ودي أحترف الغنى وأصير مغني، بس وأنا ودي أساعدك يا شعيب، والله ودي أساعدك، بس أبوك أبوك اللي يكرهني. لا مروان لا تتدخل، خليك بعيد أحسن لك. إيه على قولتك، أبوك ما يواطني بعيش طلّه. أقول شعيب حبيبي، أنت يعني ريال تفهم وتفتح، وتروح تقول إن اني شفت سعاد ومروان ويا بعض. لا شكو اقول حق الناس، اصلا سعاد مره كبيره ومسؤوله عن تصرفاتها، ليش اقول حق الناس؟ كفو كفو والله. انا اقول شعيب تفتح، بس ان شاء الله عاد علاقتكم تنتهي بالزواج. لا اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله تنتهي بالزواج، بس ابوك ما ادري ادش له من اي باب. انيات على ابوي انسى، ماكو زواج. شلون تتزوج بالله؟ حطوهم امام الامر الواقع، تزوجوا من غير لا تقولوا لهم. الله يا شعيب، انت تقول هالحكي؟ اي انا اقول هالحكي، لان في ناس ما ينفع معاهم الا هالاسلوب. انا عن نفسي وراح اغني واصير مشهور من غير ما اقول لهم. وبعدين اقول لك شيء، انا لو تحصل لي فرصه صغيره راح اروح واغني واضحي من غير ما اقول حق احد. والله جري يا شعيب. ايش رايكم اغني لكم؟ اي غني. شو تبون تسمعون؟ اي شيء. يلا. جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيبي. نعم. الله ينعم بحالك، انتوا اتصلتوا علي وقلتوا انه ولدي هني. شو اسمه ولد حضرتك؟ عارف. عارف بس لحظة بس السيسر تيجي تدلك على مكانه ان شاء الله. اي بس الله يخليك بسرعة. لا جاية حالا ان شاء الله. زين تكلم قول شيء. والله ما تستاهل اللي قاعد تسويه بنفسك، وصدقني هي بعد ما تستاهلك.
يا نوح تكلم، انطق بكلمة، ايش فيك كذي تنحت؟ لا حول الله، هذا شو تبلعم علي؟ يبا يعان اطلب لك عشاء، ما تبي شيء مني منك؟ تكلم يرحم لي امك، ام سمحت على فاي ولا شنو؟ تدري شلون احسن حل؟ انا اهدك واروح، خلك انت كذي متنح. هلا قومي، شو منومك هني؟ اقول لك ترى غلا دقت وانقطع الخط وما قدرت اكلمها، ويبتي لي رصيد ولا لا؟ قلت لك دقي على البقاله، ما جبت. صراحه انت يوم لا فايده ولا عايده بصراحه بهالبيت، بس داشه وطالعه داشه وطالعه، وبعدين شلون بالله ادق على البقاله وانا ما عندي رصيد اصلا؟ الحمد لله والشكر، والله حتى رصيد ما تقدر تجيب لي. شنو هذا؟ وع سعيدش. دقي يا غلا، دقي يا يمو. عارف كلمني يا يمو، كلمني يا بعد عمري. أنا يا يما مو وعدتك أشتري لك سيارة؟ أنا عند وعدي بشتري لك سيارة اللي تحبها، بس أنت قوم يا يما، قوم مش على ريولك علشان أتطمن. والله أني أحبك يما، أنت قلبي ونظر عيني. أعرف حاجني يا يمه، قول أي شيء واللي يسلمك يا حبيبي. دقي يا غلا، دقي يا يمه واللي يسلمك. مساء الخير يمه. مساء النور. مروان حلا تقول إن غلا دقت بس التليفون فصل بينهم. شين هات يعني؟ دام دقت أكيد بدك مرة ثانية. إيه بس أنا ما أعرف رقمها، ودقت على تليفون البيت. يا يما أنت كلت حاتين، ما في إلا العافية، تطمني. إن شاء الله يا رب، بس شلون ما حاتي؟ يلا طالع نام، تبين شيء؟ سلامة عمرك، أنا بنام هني، يمكن تدق غلط. هني؟ كيفك؟ قريبة. لا أمي ولا أبوي ولا عارف بالبيت؟ إيه يمكن طالعين. أبوي مو عمره ما سواها، عمره ما طلع هو وأمي هالحزة. زين سألي منى يمكن تدري عنهم. إيه هذيك زين ما تصير طرشي من كثر حكرتها بهالدار، 24 ساعة قاعدة هناك. إلا على طاري منى، ما تحسي إن فيها شيء مو طبيعي؟ بلى أحس، وشاكة فيها بعد. شاكة بشنو؟ ما أدري، خلنا أتأكد وأقول لك. وراح اشوفها. السلام عليكم، شلونك استاذ حسين؟ انا اسفه اني داقه هالحزه، بس بغيت اقول لك ان باكر باخذ اجازه، ممكن؟ اجازه؟ ليش اجازه؟ ماشر، بس أبي أكون في البيت، أخاف بنتي تدق علي وما تلقاني. هاي واحدة فيهم بنتك؟ بنتي اللي مسافرة غلا، اللي ما أدري عنها. أها، بس ممنوع أعطي إجازات الحين، وأنت عارفة وضع الشركة، وأنت توك مبتدئة معنا. خلاص مشكور، أنا آسفة على إزعاجك. لا عادي ما فيها إزعاج، بس أنت عارفة ظروف الشغل ولازم تستحملين. يلا تصبح على خير. تلاقين الخير أبوي، صدقيني مو بيدي. لا ما يخالف، مع السلامة. مع السلامة.
أنا باكر لازم أخلي حلا تقعد هنا. إذا رحت الدوام ودقت غلط ترد عليها هي أحسن. هذا أحسن حل. إيش رأيك بالكلام اللي قاله شعيب؟ أنا مستعدة أتزوجك مروان، هذا إذا صدق تحبني. خلني أتزوج وتالي لكل حادث حديث. سعاد، سعاد فكري بالموضوع عدل، قرري صح. سعاد أنا ما بيجي تخسرين هالج ولا بيكون لنا عداوات مع أحد. طيب خلنا ندور، خلنا ندور يمكن في حلول ثانية. مروان أنا تعبانة والموضوع بالنسبة لي خالص. فكر عدل، فكر رد لي خبر. بشوف يا مروان، إذا صج ما في قلبك غيري يبين باكر. ولي من وين طلع لي شعيب؟ تزوجته بالطريقة هذه ما راح يخليني أبوها، أكيد بيتسلط علي ويأذيني، مو بعيد بعد يلبسني تهمة ويطيرني من هالديرة هذه. الموضوع يبي له تفكير يا مروان. لا تستاهل. معارف، 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 معارف. أمك شلونها فيه؟ ما أدري بابا، أنا رديت البيت وما لقيتها، لا هي ولا عارف، حسبالي معاك. أي معاي الله يهداك، هي قالت بتروح تشوف هالخبل أخوك الدورة ولا الحين ما ردت، وين راحت يعني؟ يا ربي أخاف أمي فيها شيبة. ما فيها شيبة بنت الحلال، لا تفاولين، تفضلي. الساعة 12 ولا الحين ما ردت، وين راحت أبي أفهم. يا ربي الوقت وايد تأخر، أكيد فيهم شيء. إنزين امشي، خلينا نروح ندورهم، روحي لبسي عباتك ولحقيني، أنطرك بالسيارة بسرعة. يلا يلا زين. وبعدين شو اللي صار يبا؟ هذا كل اللي صار يبا، فاطمة انتمت معانا أكثر، بتنحش كل اللي يونا. وش الحل يعني أطردها؟ يعني تبوني أطردها؟ انطردناها بتفضحنا، هذه واحدة مينونة تدور المشاكل. أنا قاعدة أفكر بطريقة تخليها هي اللي تفتش عنا بروحها. من هاللي طق الجرس الحين؟ خلي أشوف منو. وأنا بي معاك. هلا هلا يبا سعاد. هلا عمي، هلا والله. شلونك؟ شلون الوالد؟ الحمد لله كلنا بخير. عسى ما شريبة الا عمي. بغيت اسالك، امي واخوي ما مروكم اليوم؟ شهد يبا معارف ما جتنا البيت اليوم؟ لا يبا، غريبه يا ربي، من الصبح هذه طلعتهم، قلت يمكن مروكم. زين يوم طلعوا ما بلغوا احد في البيت؟ ما قالوا ليش؟ ما قالوا حق الوالد؟ وين في راحوا؟ لا والله ما بلغوا لنا، ابوي تو صفط سيارته ونزل الجمعيه اليومكم يدورهم. لا خير ان شاء الله، ماكو الا الحق الوالد الجمعيه. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. مشكور، جزاك الله خير. سعاد حياتك. مشكورة. لا تحاتيني، إن شاء الله ما فيهم إلا كل الخير. إن شاء الله. زين تعالي دشي، خلنا نسولف شوي. مشكورة، بنطرهم بالسيارة. إيش فيها هذه؟ إيش فيك؟ أبوي وين راح؟ أنت اللي شفيك تفترين في البيت كأنك رادار، ليش ما نمتي؟ ها؟ لا شكو، بس يوعانا بروح أسوي لي أكل. يوعانا؟ شكلك وراك سالفة. قعدي قعدي. قولي لي شفيك؟ صدق مروان بيخطبك؟ شو اللي همك في الموضوع؟ ما تبيني أتزوج؟ لا مو عن يعني، بس أسأل ليش مروان؟ هو تعرفين كم عمري؟
سعاد بنت أبو عارف كبري، لا يمكن أن أكبر منها بعد. تزوجت وعيالها بالمدرسة. ما تظنين يا الوقت اللي المفروض فيه أتزوج؟ بعدين إيش فيه مروان؟ خوش ريال وكلنا نعرفه زين. ومثل ما قالت مستورة، البيت كاهو جريب، يعني حتى لو تزوجت كل يوم بروح ورد عليكم. زين؟ خلاص؟ تصبحين على خير. وين؟ ما تبين تاكلين؟ لا مو جوعانه.